قبل أكثر من نصف قرن، لعلي ذكرته هذا مرة، المفكر الألماني الكبير شفايتسر قال، ألبرت شفايتسر قال: المستقبل سيكون للأديان الأخلاقية. وهذه عبارة ذكية جدا جدا جدا، وأنا أحدث بصوابها. قبل ألبرت شفايتسر، ألبرت أينشتاين أيها الإخوة صاحب النسبيتين كذب يقول: أنا أرشح الديانة البوذية لتكون ديانة المستقبل الكونية. عجيب، ليه البوذية يعني؟ قال: البوذية هي حتكون ديانة المستقبل، مش أي ديانة أخرى، مش دينته، مش ديانته اليهودية مثلا. طبعا ولا يستثني أي ديانة أخرى. لماذا؟ قال: لأسباب تتجنب الإله الشخصي. هذا كلام مجال نقاش طويل. اثنين، تتجنب الخلافات اللاهوتية. 50,000 فرقة وخمسين ألف نقاش بروتستانت، 1,000 فرقة في أمريكا الآن، بروتستانت 1,000 فرقة، بروتستانت كلهم 1,000، ها، ونقاشات الكاثوليك وشيء عجيب، وفي الإسلام طبعاً إيه معتزلة وخوارج كذا، ممكن نقول هذا يعني. ثالثاً، ويجتمع فيها، يتضافر فيها الروحي مع الطبيعي. ولحظات قابل النقاش، قابل، واحد يقول لي إيه الإسلام، والإسلام اليوم أكثر انتشاراً. أنا أقول لكم باختصار كما نلاحظ، على الأقل قد يكون هذه الملاحظة انطباعية، أكثر ناس الآن يفلحون في نشر الإسلام جماعة الدعوة والتبليغ. جماعة غلابة طيبون على باب الله كما نقول، علم قليل، دعاوى يسير جدا، ما في دعاوى، ناس بسطاء جدا جدا جدا. تعرفون لماذا؟ على أسس أخلاقية. الغرب يرى التواضع، الربانية، خدمة الناس، الابتسام الدائم على الوجوه، هذا دين عظيم جدا، ندخل في الدين هذا، يلا توكلنا على الله بهذه البساطة. هؤلاء لهم الآن أكبر الفضل في نشر الإسلام، جماعة الدعوة والتبليغ، مش أقطاب السنة ولا أقطاب الشيعة الذين يفتي بعضهم إيه بكفر بعض وذبح بعض، لا 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 لا، هم هؤلاء الغلابة يعملون إيه ببساطة، من غير عجيج ومن غير إيه طحين كبير أيها الإخوة، طحن جعجعة. نعود الآن إلى المسألة، لماذا لا تنتشر الهندوسية؟ طيب أدام تحدثنا عن ديانات شرق أقصوية بوذية، والهندوسية أين هي؟ الهندوسية من أكثر أديان العالم تسامحاً. الهندوسية تقبل الجميع، ترى كل الأديان والمية والأفكار طريق إلى الله، ديانة متسامحة تماماً. تعلمون لماذا؟ إذا كان الكلام عن الديانة الأخلاقية وفق تعبير شفايتسر، فالهندوسية تسامحها لا إنساني، تسامح لا أخلاقي، هذا تحليل الشخص أنا. ليه؟ لأنه مؤسس على اللا أخلاقي وعلى اللا إنساني. المؤسس شانكارا في الهندوسية وافق أن يستعبد البشر بعضهم بعضا، وأن يتملك البشر بعضهم بعضا، قالوا هذا عادي، هذا أمر أخلاقي. لا، هذا لا أخلاقي وهذا لا إنساني. نظام الطبقات المخمس هذا الصارم جدا جدا، الذي يمنع أن يتحرك أو يتزحزح أي أحد من طبقة إيه إلى طبقة أعلى، ممنوع ممنوع. شانكارا قال هذا شيء طبيعي، ممتاز، هذا ممتاز، مثل أرسطو أفلاطون، ما ينفعش. البوذية بالعكس تخففت من هذا تماماً، وهي نسخة منقحة جاءت، تخففت من هذا تماماً. طيب الآن السؤال الذي يطرح نفسه، والإسلام؟ الإسلام ليس لأنني مسلم عنده عطاء أعظم من كل هذا الكلام كله والله العظيم، لكن المشكلة ليس في الإسلام كما هو، المشكلة في الإسلام كما ينتج في خطاب المسلمين اليوم، أو في خطاب الإسلاميين، في خطاب هؤلاء النفر من الناس بالذات أيها الإخوة. لا 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 يمكن أن يكون هذا الإسلام صالحاً للتعميم والكوننة والعولمة، لا يمكن لا يمكن، هذا ستخشعر منه أبدان العالمين. هذا الإسلام، الإسلام الذي يصف أختك وأمك، اتصل بأحد هؤلاء المساكين وهو شاب متعلم وأمه ناشطة، قال لي أقسم بالله، قال: أمي فاضلة لا تقطع فرضاً، لا تقطع فرضاً، هي علمتني الدين، حببتني في الدين، ولكنها قالت سأقود السيارة، قيادتي لسيارتي أشرف من أن يقود بي فلبيني أو هندي، لا ليس من محارمي، وأن يخلو بي سأخذها بنفسي. يا أخي لماذا؟ قال: وخرج الشيخ فلان فلان، نعرفه، أنا لا أذكر أسماء الحمد لله، خرج يقول الفاسقة، أنا سمعته يقول: أقل ما أقول في هذه المرأة إنها فاسقة. فاسقة؟ هكذا تنتهك أعراض المسلمات المصونات يا رجل، يا شيخ، يا صاحب الفتاوى، ألوف الفتاوى له على الموقع، موقعي في الإنترنت، قال: أقل ما أقول فيها إنها فاسقة. أنا وهذا الرجل أبو محمد كنا في حجة مرة،
وتركنا صحن الكعبة المشرب بعد صلاة الفجر ساخطين غاضبين. هذا هو. تعرفون لماذا؟ جلس أحد هؤلاء المشايخ، لا أقول علماء، شيخ يدرس عن النقاب. وجهة نظر يا سيدي، كن مع النقاب، نحن مع الحجاب أو مع الجلباب بلا نقاب، ما المشكلة؟ العلماء اختلفوا ولا يزالون في هذه المسألة، الأمة. قال: وكل من لا ينقب زوجته ولا يلزمها بالنقاب ديوث. قلت له: اخرج يا فوز، نحن ديوثون، ما عدت أجلس في هذا المكان. صح؟ قلت له: سأهرب من هذا المكان، لقد سببنا. أي منطق هذا يا أخي؟ ستصدر الدين بهذه العقلية؟ بهذا الانغلاق؟ بهذا التعصب؟ بهذه القطعية؟ سببتمونا وسببتم أعراضنا وسببتم شرفنا، ماذا بقي للناس؟ ليفينياس كتب مرة يقول: الإنسان ما يفرق بينه وبين غير الإنسان أن الأول هو من يكترث بالآخرين. كل من عنده اكتراث بالآخرين هو الإنسان، اكتراث بمشاعرهم، بأحاسيسهم، بأوضاعهم، بظروفهم، بشروطهم، تفهم لها، هو هذا الإنسان. فأي خطاب غير إنساني ينتجه ويمضغه هؤلاء البشر من الناس، هؤلاء الأنفار من الناس. نسأل الله لنا ولهم والمسلمين والمسلمات أجمعين الهداية والتسديد والتوفيق، وأن يجعلنا الله ممن يسمع ويبصر وممن يفقه ويعقل. أقول قولي هذا وأستغفر